علاش ما مت... على شهرين على شهرين وعلى زيادتنا وعلى كل ما يلزم المنظمه. تذكر وحدات المنظمه حطم المنظمه بكامل انواعها، ما فيش حتى انسانيه. السيد هذايا سامحوني يا الاولاد، السيد هذايا رئيس الاتحاد الوطني مخل بواجباته وتوا غايب عنده على مستوى على جميع المستويات، وعنده غايب تو عنده شهرين ما يجيش، والاكثر من شهر تو ما يجيش، والاكثر من شهرين يعني ما يجيش، ويعني والشاري العباد واقفه ما حبش يصح فيها السنتر السنتر عنده هو والوحدات والوحدات بتاع الاتحاد الوطني واقفه ما مش قاعده تخدم، ويعني وهو توا وربح قضيه يعني شاكين فيه رؤساء الاتحادات الجهويه، عمل قضيه استعجاليه وقال اللي هو ربح القضيه وعنده بوفار سنتير وما حبش يجي يصح في الشهر تاع الناس، ولكن ولكن مخل بواجباتي ما عندوش حتى خبره في في رئاسه في في تسيير في اداره الاتحاد وفي تسيير الاتحاد ولا تسيير المنظمه. انتم ما تكلمتوش، احنا نطلب متصرف قضائي، حاليا نطلب متصرف قضائي يقوم مقام رئيس الاتحاد الوطني المكون فيه، يشد هو اللي يسير الاداره ويسير الاتحاد المكون فيه ويسير مركز المكون فيه سيدي ثابت مركز الصناعي معايا. قول لي خويا المسائل تاعكم سابينها لكم برا واحكم مع هو بعتني مشينا للوزاره الاولى طلبناها، طلبوا الوزير الشبالي طلبوا قالوا يا ودي برا خلاص خدامه اش عمل؟ بعت عاد المنفذ ما غادي تلاحق، قال احنا واقفين خدامه، راه واقفين كل في دار خدامه استنوا فيه، جاء قايد 10 من الناس واقفين، شكون هم 10 من الناس؟ تعرفوا شكون 10 من الناس لكم؟ استنوا شكون مشكون؟ فهمني؟ احنا خدامه، قال لي معارضينك مش معارضين احنا خدامه جيت تبيع حقوقنا.